معبر باب الهوى يعلن السماح بدخول مرضى السرطان من الشمال السوري إلى تركيا لتلقي العلاج. هذا ما سنقف عنده في حلقة اليوم من لم الشمس. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. أعلنت إدارة معبر باب الهوى استئناف دخول حالات مرضى السرطان المشخصة حديثا بعد زلزال شباط الماضي ابتداء من الغد، بعد موافقة السلطات التركية على إثر حملة شعبية وإعلامية كبيرة مستمرة منذ أيام. جاء من يوم غد 26/7/2023 سيتم استئناف دخول مرضى السرطان الحالات الجديدة التي تم تشخيصها بعد زلزال تركيا وسوريا عبر مكتب التنسيق الطبي لمعبر باب الهوى الحدودي للعلاج ضمن المشافي التركية. تشكر إدارة معبر باب الهوى جميع الجهات والشخصيات التي أبدت تضامنها وتعاطفها مع هؤلاء المرضى وأوصلت صوتها إلى العالم. كما تتعهد إدارة معبر باب الهوى بمتابعة جميع الإجراءات الإدارية التي تساهم في تخفيف من معاناة هؤلاء المرضى، كما تتعهد بمتابعة علاجهم ضمن المشافي التركية عبر منظومتي تتبع الحالات الباردة والحالات الإسعافية. وينضم إلينا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى. مرحبا بك إبراهيم. إذن تم فتح المعبر، هذه المشكلة الكبيرة، السباق مع الزمن، الآن يبدو أن الموضوع بات بصالح هذه القضية. تفاصيل أوفى، ماذا لديك عن تطبيق القرار؟ نعم، مساء الخير. فعليا بعد 4 أيام تقريبا من الاعتصام الذي نفذه مرضى السرطان في منطقة سرمدة بالقرب من باب الهوى في الساحة الرئيسية لباب الهوى، وأكثر من 4 أشهر تقريبا على توقف دخول الحالات الطبية إلى المشافي التركية، أقصد الحالات التي لم يتم تشخيصها قبل الزلزال المدمر، فعلا اليوم قام معبر باب الهوى أو مكتب الطبي أو مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى بالإعلان عن قرار جديد يتضمن عودة أو استئناف دخول الحالات الطبية بالعموم إلى المشافي التركية، وبذلك حقيقة حل جزء كبير من مشكلة الحالات الطبية التي كانت قد شخصت بعد الزلزال المدمر وسوف يتم إدخالها على دفعات. سوف أترك كل المجال للحديث بكل تفاصيل لمدير مكتب التنسيق الطبي الدكتور بشير الإسماعيل ليخبرنا بداية عن تفاصيل القرار و كل ما يتعلق بالقرار. دكتور مساء الخير. اهلا وسهلا، اهلا فيك استاذ ابراهيم. دكتور بشير، حاليا مشكلة دخول الحالات الطبية الغير مشخصة قبل الزلزال قد حلت بشكل كامل، هل هذا الكلام صحيح؟ والله الحمد والفضل. بالنسبة للمرضى المشخصين بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر، والله الحمد تم حل مشكلة مرضى السرطان. حتى الآن جميع مرضى السرطان الذين تم تشخيصهم بعد زلزال تركيا وسوريا والبالغ عددهم ما يقارب 600 مريض بإذن الله تعالى سيتمكنون من الدخول إلى المشافي التركية وتلقي العلاج ضمن المشافي التركية عبر معبر باب الهوى الحدودي. خلال مدة أقل من شهر جميع مرضى السرطان سيكونون داخل الأراضي التركية. بالنسبة لباقي الأمراض ولشكل مرضى الجراحة القلبية والجراحة العصبية، معظم هذه الحالات ننتظر بإذن الله أن يتم تسجيل دخولهم أو قرارات جديدة بإذن الله لدخولهم خلال الأيام القادمة إن شاء الله. دكتور بشير، ابتداء من الغد 26/7/2023 غدا لدينا 30 حالة مرضية من مرضى السرطان الحالات الجديدة بعد الزلزال ستتمكن من الدخول للعلاج ضمن المشافي التركية. أسبوعيا لدينا ما يقارب 90 مريض سيتم دخولهم للعلاج ضمن المشافي التركية من حالات مرضى السرطان، بالإضافة إلى 75 حالة أسبوعيا من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج ضمن المشافي التركية من مرضى القلب والسرطان وزراعة الحلزون وزراعة الكبد وغيرها من الأمراض الأخرى الذين لم ينهوا علاجهم ضمن المشافي التركية. حقيقة معضلة كبيرة كانت بتواجه مرضى السرطان الذين كانوا يعتصمون في ساحة معبر باب الهوى، وشاهدنا قبل قليل الفرحة الحقيقة العارمة التي قبل بها هذا القرار، لكن هناك بعض ربما المنغصات حتى هذه اللحظة. لو تحدثنا فيها قبل حتى نستكمل الحديث عن تطبيقات القرار، تحدثوا عن موضوع المرافق الطبي، هل هناك شيء جديد فيما يتعلق بهذا الملف عدا عن موضوع الدخول لهذه الحالات؟ يعني بداية هي فرحة كبيرة لنا ولكل المرضى بقرار دخول المرضى للعلاج ضمن المشافي التركية. الجانب التركي أو الحكومة التركية كان عندها مشكلة لموضوع الولايات الجنوبية، موضوع تدمر المشافي، موضوع إعادة تأهيل القطاع الصحي لاستقبال المرضى سواء السوريين الموجودين في تركيا أو الأتراك أو
وحتى المرضى السوريين. لله الحمد يعني فئة مرضى السرطان هي أكثر فئة كانت متضررة. موضوع الوقت كان موضوع الوقت كثير مهم بالنسبة لها. الحمد لله رب العالمين اليوم عشنا الفرحة أنه بخبر دخولهم. نحن نتمنى أنه خلال الأيام القادمة يتم استئناف جميع المرضى، يعني الحالات الضرورية من جراحة القلبية أو زرع الكبد أو زرع الكلى أو جراحات عينية أو جراحات الصدرية، أن يتم استئنافها للدخول للعلاج ضمن المشافي التركية. المناغص الثاني الموجود بصراحة اللي هو نحن بنتمنى من كل قلبنا أنه يتم حله يعني وخلال أيام قليلة حتى يتمكنوا حتى مرضى السرطان الأطفال مرضى السرطان من الدخول، هو موضوع قرار الترفيق. في قرار ترفيق محدد من جانب تركي أن الأطفال تحت 8 سنوات مسموح اصطحاب مرافق واحد معهم إذا كان عمر الطفل تحت 8 سنوات، يعني الأب أو الأم تحت 8 سنوات. بصراحة عم يخلق مشاكل كبيرة بعلاج الأطفال اللي عمرهم بين 8 سنين وال 18 سنة، لأنه هدول ضمن النظام التركي مسجلين أنه هن أطفال غير بالغين، فبيحتاجوا موافقة طبية إذا بدي يعملوا عمل جراحي للقلب أو بيحتاجوا موافقة من الأهل مشان موضوع جرعات كيماوية، أو طبيب المعالج بيحتاج يناقش الأهل عن موضوع خطة العلاج، ممكن يكون عنده أكثر من خيار لازم يحط الأهل بالصورة. بصراحة كان خلال السنوات الماضية كتير نتعذب موضوع هدول الأطفال وعددهم ما يقارب 50 حالة شهريا، فيعني كل قلبنا بنتمنى أنه يتم النظر إلهم يعني بعين الرأفة بعين الرحمة بعين الإنسانية. الحكومة التركية تستجيب لها الأمر وتدخل يعني بالحد الأدنى. موضوع الترفيق هو للأطفال، رغم أنه كل مرضانا بصراحة حقيقة محتاج أن يكون معهم مرافق وحتى مرافقين إذا نحكي الحقيقة بصراحة. المرافق يعني المريض بحتاج يكون معه مرافق أو مرافقين أقل شيء يحسن يعلوه بالمشافي التركية، لكن عم نحكي بالحد الأدنى اللي ممكن يعني ضمن الظروف يعني المعابر والوضع السوريين تركيا أنه مرافق واحد بس للأطفال، يعني أب أو أم يعني تحت 18 سنة ممكن يحل جزء كبير من المشكلة اللي عم تواجهنا. يعني نأمل دكتور بشير أن يتم الاستجابة لهذا المطلب الهام. سوف أوجه سؤالين فقط حقا بناء على رغبة بعض المرضى حول الآلية. دخول المريض إلى المشافي التركية حاليا سوف يتم من خلاله تقديم كملك علاجي، صحيح؟ وبهذا الأمر سوف يكون بالتالي العلاج مجانا بشكل كامل. هذا السؤال الأول. بالنسبة للمرضى مع نهاية عام 2021 تم منح جميع المرضى الذين يدخلون عبر مكتب التنسيق الطبي لمعبر بابها وثيقة تسمى بالوثيقة السياحية العلاجية. هذه الوثيقة السياحية العلاجية تضمن ضمان صحي ليس شامل 100% للعلاج كالكملك 99 الذين كانوا يحصلون عليها سابقا او الذين يملكونه المرضى السوريين المقيمين في تركيا. بالنسبة لعلاج مرضى السرطان 95% من العلاجات سواء الكيماوية أو الشعاعية متوفرة بشكل مجاني على الوثيقة السياحية، باستثناء بعض الأدوية التي يمكن أن يوصفها الطبيب للمريض يضطر المريض يشتريها من الصيدلية ما فيها ضمان صحي، فأي دواء منوصف من الصيدلية خارج المشفى المريض يشتريها على حسابه. هن عدد مانو كبير كتير، وإن شاء الله بإذن الله على طريق يعني منظومة تتبع الحالات البارد الإسعافية لمعبر باب الهواء، بالإضافة إلى الفرق الطبية والجمعيات الخيرية بنحاول نغطي هاي الحالات ونحاول نكمل لها علاجها بحيث يكون علاجها 100% مجاني بالأيام القادمة إن شاء الله. السؤال الآخر والأخير دكتور بشير، وهو أيضا نقلا عن المرضى وذوهم، هل العدد الذي تم السماح بدخوله هو فقط 608 حالات أم أن العدد أو وتيرة العمل وآلية العمل عادت كالسابق وبالتالي كل مريض يتم اكتشاف حالته أو تشخيصها سوف يتم الدخول به إلى تركيا؟ لا، وتيرة العمل مستمرة. ابتداء من شهر حزيران 2023 تم استئناف دخول المرضى الذين كانوا يطلقون العلاج ضمن المشافي التركي، وما زال الأمر مستمر حتى الآن. بالنسبة للحالات الجديدة سيتم استئناف دخول مرضى السرطان، وأي حالة سرطان جديدة سيتم اكتشافها ستتمكن من الدخول، ونتمنى أنه يتم استئناف جميع الأمراض الأخرى يتم استئنافها ريثما يتحسن القطاع الصحي بالولايات التركية، يتم استئناف جميع الحالات الضرورية وغير الضرورية المحتاجة علاج ضمن المشافي التركية. نعم، نشكر الدكتور بشير الإسماعيل مدير مكتب التنسيق الطبي حقا على هذه المعلومات. إذا تحدث الدكتور بشير أصلاً فقط في دقيقة تلخيص بأن العودة استئناف العمل لا تشمل فقط 608 مرضى بل كل الحالات الطبية التي يتم اكتشافها فيما يتعلق مشفى بمرض السرطان سوف تعود للدخول إلى الأراضي التركية ضمن وثيقة علاج تضمن لهم العلاج المجاني بشكل كامل ضمن الأراضي التركية، وبالتالي حقا حلت مشكلة مرضى السرطان بشكل أكبر بشكل كبير ربما، ويتبقى فقط مشكلة المرافق الطبي التي يعمل حاليا مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى على حلها أيضا بالتعاون مع الجانب التركي. إليك أصلا. أشكرك كثيرا إبراهيم الخطيب مراسلنا من نقطة التنسيق الطبي في معبر باب الهوى، وأنتقل إلى مراسلنا إبراهيم السويد
من ساحة الاعتصام في معبر باب الهوى أيضا. مرحبا بك إبراهيم، كيف هي الأجواء الآن؟ من المفترض أن الاعتصام انتهى بعد أن كانت القرارات لصالح المرضى، مرضى السرطان، أليس كذلك؟ نعم أهلا. أصلا بالفعل نحن الآن في ساحة الاعتصام المتواجدة بالقرب من معبر باب الهواء الحدودي مع تركيا، وتحديدا في ساحة أي معبر باب الهواء. طبعا الاعتصام بحسب معلمنا وكما تشاهد الصور هنا لا يزال مستمر، على الرغم يعني من يعني التحقيق ربما المطلب الأول لهم اللي طبعا هو الدخول باتجاه يعني المشافي التركية، إلا أن بحسب ما علمنا يعني في ساحة الاعتصام هنا أنه لا يزال الاعتصام مستمر هنا في هذه الساحة. وكما تشاهد يعني أصلا تشاهد يعني هذه الصور من طبعا ساحة الاعتصام هنا، الخيام لا تزال كما هي، هناك مرضى للسرطان متواجدون داخل هذه الخيام لا يزالون معتصمون، لأن هناك عدة مطالب تتعلق بطبعا أصلا بالوثيقة التي يتم إعطاؤها الدي جي في الداخل التركي، لأن هناك الكثير من الأدوية هي غير مجانية حتى في الداخل التركي، إضافة إلى يعني المرافق للمرضى، لأننا نتحدث عن هنا مرضى تقريبا حوالي يعني عمر بثمان سنوات وتسع سنوات، هؤلاء لا يعني يملكون اي طبعا يعني اليوم مرافقون في المنطقه، وبالتالي لا تزال هذه الاحتجاجات متواجده اصلا في هذا المكان. وايضا دعني يعني استضيف هنا يعني فراس منصور وهو منسق في هذا الاعتصام. استاذ فراس السلام عليكم، تحدثني اليوم عن من المفترض بحسب انه ما يعني اليوم يعني بكره سيكون غدا دخول أول 30 حالي، لكن الاعتصام لا يزال مستمر، تحدثنا إلى أين وصل هذا الاعتصام؟ صراحة منذ بداية اعتصام مرضى حملة سرطان لا ينتظر أنقذوا مرضى سرطان، كان هناك مطالب صريحة وواضحة لمرضى السرطان الموجودين في الاعتصام واللي هم 600 ومريضين. طبعا كانت مطالبهم المطلب الأول أنه يكون في موافقة لعبورهم المعبر لدخولهم لتلقي العلاج في المشافي التركية، ومن ثم إتاحة قرار يسمح بدخول مرافق مع المرضى. كما تعلم هناك الكثير من المرضى أعمارهم تتجاوز الثمان سنوات، غير مسموح لدخول مرافق معهم إلى الجانب التركي، وهذا الشيء جدا خطر على المريض نفسيا وصحيا. يعني كثير مرضى اليوم إذا دخلوا إلى تركيا وعمر طفل ثمان سنوات ويوم واحد غير مسموح دخول معه مرافق، وهذا غير مناسب للمرضى لا نفسيا ولا صحيا. هم مستمرين حاليا كما تشاهد في ساحة الاعتصام وفي الخيم، مطالبهم واضحة، يشكرون الجانب التركي على الاستجابة الإنسانية ولدخولهم لتلقي العلاج، لكن يريدون أن تكمل فرحتهم في حل مشكلة دخول المرافق. أقل ما يمكن أن يكون دخول المرافق من سن 18 وما دون، ضروري جدا أن يكون معه مرافق حتى يقوم باحتياجاته وتأمين ما يلزم. ويضاف أنه كثير من الأطباء بالداخل التركي لا يقوم بأي تشخيص طبي إذا لم يكن مع المريض مرافق أولي أمر ممكن أنه يساهمه أو يعطي استشارات حسب رؤية الطبيب في المشافي التركية. طيب علمنا منذ قليل فراس أن كان هناك بعض الوفود التركية أو ربما موظفين من الإيهاء التركية أتوا إلى هذا الاعتصام. طيب ما كانت يعني بالفعل يعني ما الذي كان يفعلون هنا؟ هل هناك مثلا مطالب تم تحميلها إلى الجانب التركي؟ أو ما ماهية هؤلاء الموظفون الذي أتوا إلى هذه المنطقة من الجانب التركي؟ صراحة هو وصل الوفد رسمي قبل قليل منذ نصف ساعة أو ساعة إلى ساحة الاعتصام. طبعا الوفد ممثلا بالإيهاء شخص مسؤول، أشخاص مسؤولين في ملف دخول المرضى وعلاجهم، وأشخاص آخرين من تركيا. طبعا كان يشكرون ويصبرون المرضى ويثنون عليهم وعلى صبرهم على هذا المرض طبعا، واستمعوا إلى اللجنة هنا في ساحة الاعتصام وسمعوا منهم، كما تم توجيه لهم عدة اقتراحات بالنسبة لدخول مرافقين مع المرضى، وأهمها أنه ممكن نحن كلجنة في هذا الاعتصام نضمن دائما وأبدا دخول المرافق وخروجه فورا مع المريض، ونضمن عدم بقائه في الجانب التركي. طبعا بدورهم رحبوا بهذه الخطوة بهذه المبادرة وشكروا الجميع وغادروا من ثم ساحة الاعتصام. شكرا استاذ فراس. اذا كما نشاهد يعني اصلا بالفعل يعني لا تزال يعني عمليه الاعتصام هنا في هذا المكان طبعا متواجده. طبعا ايضا سنلتقي في هذه اللحظات ايضا يعني ضيف اخر هنا في هذا المكان، وهو يعني الناشط الاعلامي هادي العبد الله. طبعا
هناك يعني الحديث في الفترة الأخيرة عن يعني لقوات النظام بأنها ستقوم بعلاج مرضى السرطان وغيرهم في الداخل السوري، وهناك رفض. تحياتي استاذ هادي، كيفك؟ تحدثنا اليوم عن انتم كناشطين هنا في الداخل السوري، كان هناك عروضات من قبل نظام الاسد بانه يستضيف هؤلاء المرضى وكان في رفض من المرضى، رايكم بهذا الاقتراح من قبل نظام الاسد؟ نحن مع الاسف يعني ما بعتقد في اقدر واحقر من هالمنظومه اللي الله ابتلانا فيها، اذا في سرطان حقيقي اصعب من السرطان اللي عم يعانوه المرضى هو سرطان بيت الاسد، يعني ما بس بيقتل القتيل بيمشي بناسه كمان، تاجر باطفالنا وبمعاناتنا موضوع الزلزال، وحاول الان بهذا الظرف انه يتاجر باصحاب هذول الامراض. هذول الاطفال بدايه قبل ما اقول لك شو الموقف من النظام، هذول المرضى بيحملوا مسؤوليه نظام الاسد الحال اللي هم فيها، بيحملوا مسؤوليه اصابتهم بالسرطان بسبب الضغط النفسي اللي عملهم اياه من التهجير وغيره وغيراته، بيحملوا مسؤوليه اصابتهم بالسرطان بالقذائف بالكيماوي اللي انضربوا فيه وبالقذائف اللي كانت تنزل ما بنعرف شو اساسها ولا بنعرف شو في بقلبه، فهم مقتنعين تماما، وانا التقيت مع عشرات المرضى وكان كلامهم هيك. هذا النظام كمان هو سبب عدم دخول جهاز التشخيص الإشعاعي اللي هو تفتقده المنطقة، ولو موجود كنا ما بحاجة دخول هدول الناس لا لتركيا ولا لأي دولة من دول العالم، لأنه هذا الجهاز مع الأسف للي ما بيعرف في يورانيوم وفي مواد مشعة محظور الدخول لهي المنطقة لأنه تتعرض للقصف، فبسبب قصف نظام الأسد نحن محرومين من دخول هذا الجهاز. النقطة اللي التقيت فيها بكثير من الأشخاص قلت لهم النظام بخلال محاورتي كصحفي، بل هم النظام عارض عليكم تروحوا تعالجوا عنده وقول له يا زلمة الشعب رحنا ممكن يقتلنا هناك وهو سبب بلاوينا ومستحيل منه خير. بعدين في نقطه انه في ناس انتقد فيهم من حمص ومن حلب ومن الشام ومن المناطق اللي فيها مشافي اورام، يقول لي انا ليش حتى اكون بادلب اصلا، يعني ليش انا موجود بادلب، انا لو اني مو مهجر من الشام بروح على مشافي الشام، فكيف هجرني وكيف هلا عم يطلب انه قال تعال لعالجك، فهو محاوله للمتاجر لاكثر ولا اقل، محاوله مفضوحه بصراحه. تمام هادي، شكرا، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اذا كما شاهدنا اصلا يعني هذه الاعتصام هنا لا يزال موجود في ساحه معبر باب الهواء الحدودي مع تركيا، رغم بانه سيكون هناك يوم يعني يوم غدا دخول لمرضى السرطان الى الجانب التركي، لكن هناك مطالب حتى الان بحسب قولهم لم تتحقق اصلا. طيب إبراهيم، هذه المطالب وهذه الاعتصامات التي تطالب يعني أنت كما تذكر وكما نرى ونشاهد بأن الناس ما زالت مستمرة بالاعتصام مع العلم بتحقيق جزء كبير من هذه المطالب، طيب هل هناك مطالب إضافية أخرى من خلال جولتك وحديثك مع الناس لم تتحقق حتى الآن، أو هناك وعود من أجل تحقيقها مثلا خصوصا بموضوع المنظمات التعامل مع الأمر؟ كما هو معروف أن علاج السرطان يجب أن يكون على النفقة الشخصية للمريضة، ليس كذلك؟ يعني هل وجد حل لهذه القضية؟ نعم بالتأكيد، يعني المطالب التي يعني هي يعني مخصصة من هذا الاعتصام وهي المطلوبة من هذا الاعتصام والرسائل التي وجهت، البند الأول كان دخولهم أو استكمال علاجهم ل 608 مرضى، هذا المطلب الأول تحقق، لكن هناك عدة مطالب يعني بحسب ما علمنا أصلا بأنه المطلب الثاني هو للطفل الذي يبلغ تقريبا عمره 8 سنوات، من 8 سنوات وما فوق هذا لا يحصل على الدخول على مرافق إلى الداخل التركي، وكانت هناك بعض الحالات متواجدة هنا في هذا المكان بأن كيف للطفل سيتجول في المشافي التركية ويحصل على علاج في المشافي التركية. إضافة إلى ذلك المطلب الثالث وهو بطاقة الحماية التي جي 99 التي كانت تمنح في وقت سابق تخولهم بالعلاج مجانا داخل تركيا. طيب أنا أريد أن أتكلم بحقيقة واحد فقط. نعم. مطلب واحد تحقق بانتظار تحقيق المطالب الأخرى. على كل حال سأنتقل إلى منير الحاجي مراسلنا من معبر باب الهواء، أيضا أشكرك كثيرا إبراهيم السويد، كنت معنا من نقطة اعتصام مرضى السرطان. منير الحاجي مراسلنا من معبر باب الهواء، مرحبا بك، هل تسمعني؟ أهلا أصلا. نعم أسمعك جيدا أصلا. يعني الحقيقة أنه كانت الفرحة عارمة حقيقة لدى هؤلاء عند سماعهم يعني قبول أحد أهم المطالب وهو دخول المرضى إلى الجانب التركي لتلقي العلاج، لكن ما زالوا مصرين على الاعتصام والاستمرار في هذه الساحة كما ترى يعني أصلا خلفي تماما. يعني الأهالي فضلوا أن يغادروا الخيام لارتفاع درجات الحرارة والجلوس في هذه الساحة، هي ساحة باب الهواء القديمة، وهنا أيضا على الجانب الآخر نرصد أيضا بعض يعني المعتصمين هنا وأيضا الداعمين سواء من المنظمات الإنسانية أو حتى العاملون في المجال الإنساني والإعلاميين وأيضا الجميع من ناصر هذه القضية حتى تحقيق يعني
أولى المطالب ولربما أهمها وهو إدخال المرضى إلى الجانب التركي لتلقي العلاج. سأنتقل إلى الداخل يعني أصلاً، وهنا سألتقي بأحد يعني بأحد المرضى وهو طفل يعني لم يبلغ من العمر 9 سنوات يعني ويريد الدخول إلى الجانب التركي لتلقي العلاج. يعطيك العافية، عرفنا بحضرتك. أحمد أنا أهلا وسهلا فيك. الحالة المرضية للطفل؟ الحالة المرضية معه كتلة بالدماغ وصار عمره 8 سنوات ونص، فمنعوني أدخل معه مرافق كونه عمره 8 سنوات ونص، ولازم يدخل على تركيا من 24 شهر الماضي 24 نيسان، عنده رنين مغناطيسي وعمل جراح. نتمنى من الحكومة التركية أنه تساعدنا وتقبل دخولي مع ابني إلي ولأي مريض محتاج مرافق. ونشكر الحكومة التركية على استقبال 600 مرضى للعلاج بتركيا مرضى السرطان اللي حالات جديدة، ونتمنى بنفس الوقت كمان يقبلونا طلبنا للمرافق معهم. نعم يعني هذا السبب اعتصامكم يعني وجودك هون بقائك في ساحة الاعتصام باب الهواء. أنا اعتصامي هون حتى لو فك الاعتصام أنا بدي تم اعتصم، إذا ما اعتصمتهم بدي اعتصم على معبر باب الهواء لحتى يقبلوا مرافق مع ابني ليدخلوني مع ابني. نعم الله يشفي ابنك يا رب. يعني هذا المطلب هو مطلب لكثيرين وهو أحد أهم المطالب، المطلب من الدرجة الثانية، وكنت قد التقيت بعدد من الأهالي أصلا، وكان يعني جميع مطالبهم الذين لديهم أبناء يعني صغار يعني مطالبهم بدخول مرافق للطفل، كون هذا الطفل يحتاج إلى أب، يحتاج إلى أم، يحتاج إلى أقرباء. أيضا هنا معي أحد الحالات الأخرى. يعطيك العافية. عرفت له حضرتك مصطفى النجار من الطفلة لسان بزويرة. شو معه؟ معه كتة سرطانية بإيده مثل ما ظهرنا قدامك. يعني احكي لي عن حالته الصحية. حالته الصحية هي معه كتة سرطانية بحاجة عملية استئصال في تركيا، ودخلت آخر مرة نهار الزلزال، ولما رجعوا بعثوا لنا إحارة مشان يخدروا يرجع للدخول لجوا، فطلع قرار منع بحق الأطفال اللي صار اللي تجاوز عمره 8 سنوات. نحن بنناشد يعني الأخوة الأتراك إن شاء الله إنه هذا الأمر يعني يسعوا فيه، لعله إن شاء الله بعسى إنه يصير في قبول حالات مثل بيسان، ومثل في 30 حالة مثل حالة بيسان، وبنناشد يعني باسمنا واسم 30 حالة اللي متبقين يعني. والموضوع الثاني إنه إن شاء الله يعني بكي يسعوا بأمر الكبلك النظامي يطلعوا لهم، لأن هلا هن مثل حالة بيسان مع كبلك سياحي، فالكبلك السياحي وشغلهم داخل الأراضي التركية والمشافي تقريبا أكثر من 90% أو أكثر من 80% العلاج على حسابهم. فلما يكون في مع كبلك نظامي إن شاء الله وتعرفي بيصير العلاج يعني على حساب الدولة، هذا كل شيء إن شاء الله يعني الأمر يتلقى يعني الاستجابة. يعطيك العافية. شو اسمك يا حلوة؟ نيسان. بدك تفوت على تركيا؟ بتفوتي لحالك؟ قد ايه عمرك؟ من 2 و3 شهور. طيب مين بدك تفوتي معك على تركيا؟ بابا. يعني هذه احدى المطالب كما ذكرت، يعني هنالك ايضا مطالب اخرى تتعلق بالمصاريف الشخصيه، كون الغلاء كان كبير جدا وثمن الجرعات وتلقي العلاج داخل حتى تركيا، والتنقل ايضا هنا هو مطلب اخر الى جانب المطالب الاخرى. هنالك مطلب واحد اصلا اذكر بانه نعم. قد تحقق حتى هو يعني منير. عموما بكل الاحوال كان هناك أخبار تكلمت بأن الحكومة التركية وافقت على دخول الأطفال مع مرافق، كان هناك أنباء تتكلم عن هذا الموضوع. أشكرك كثيرا على كل حال، لخصت لنا الوضع وسأعود إليك على كل حال. سأعود إليك على كل حال منير مراسلنا معبر باب الهوى، لكن أنتقل الآن إلى أحمد أمين مراسلنا من مركز الأورام في إدلب. مرحبا بك أحمد. أحمد هل تسمعني؟ على كل حال ريثما نستعيد الاتصال مع مراسلنا أحمد أمين. أعود إليك منير، كان لديك نقطة تود التعقيب عليها تتكلم بها عن الحال في المكان الذي تتواجد به. نعم يعني هي إحدى النقاط الأكثر أهمية حقيقة، كون أن الطفل يعني أصلا هنالك عمر محدد للأطفال، كل طفل يتجاوز 8 من عمره. يعني الطفلة التي التقيت بها قبل قليل كان عمرها
8 سنوات وثلاثة أشهر، وبالتالي ولو زادت عن 8 سنوات يوم واحد لا يحق لها إدخال يعني مرافق لها، وهذا هو المطلب الذي يبقي هؤلاء الأهالي هنا في ساحة الاعتصام. سألتقي أيضا هنا بأحدى السيدات أيضا التي تعاني من المرض، والتي تود أن توصل ربما رسالة إلى العالم طبعا لإيصال رسالتها لتلقي العلاج السماح لإدخال المرضى. يعطيك العافية. يعافيك يا رب، أهلا وسهلا. أكيد عندك رسالة رح توصليها. بتمنى من السلطات التركية وقت اللي الشعب السوري المرضى السرطان بيدخلوا ما يروحوا لهونيك على المشفى ويضلوا تقريبا شي شهر وما في غير مشفى أضنى. إيه بتمنى مثلا مشفى انطاكة ما فيه شي، ليش ما يفتحونه يا كمان؟ بتمنى هالشي هذا، إنه يدفعوا مشفى يلدوا في مراكز كمان بمشفى جنب مركز جنب أضنى. إيه صار كل المرضى السرطان عم بيستنوا فيه، يعني بتروح من هون تستنى شي شهر شهرين ليجيك الدور. إيه هون مرضى السرطان بيعشعش بقلبهم. إيه ما نعم الله يشفيك يا رب. يعني هذه إحدى المطالب أصلا، وطبعا يعني نود أن نذكر بأن ساحة الاعتصام هنا ستبقى مفتوحة لتحقيق كامل المطالب، والتي تحقق أول مطلب وهو الأهم، إدخال الحالات المستعجلة إلى تركيا. أشكرك كثيرا، كنت معنا مراسلنا من معبر باب الهوى منير الحاجي، وأنتقل الآن إلى أحمد أمين مراسلنا من مركز الأورام في إدلب. مرحبا بك أحمد. نعم أصلا تحية طيبة. مركز الأورام في إدلب، صف لنا الأوضاع الآن وصف لنا كيف تلقت الناس خبر حل القضية الأولى بإدخال الناس إلى تركيا من أجل العلاج. طبعا هناك بعض القضايا الأخرى العالقة، لأجل ذلك كما شاهدنا مع زملائنا المراسلين الناس ما زالت تعتصم مرضى السرطان. نعم أصلا يعني بداية كان الخبر اليوم مفرح يعني استقبال الجانب التركي لمرضى السرطان الذين كانوا معتصمين أو لا زالوا معتصمين بساحة معبر باب الهوى. الحقيقة يعني كانت معاناة كبيرة للمرضى خلال الفترة الماضية. بما يخص مركز الأورام هنا التابع لمنظمة سامز، يعني هو المركز الوحيد الموجود في شمال غرب سوريا لمرضى السرطان، والذي يقدم يعني العلاج لمرضى السرطان، لكن القدرة الاستيعابية لهذا المركز مقارنة بالحالات الجديدة أو بعدد المرضى بشكل عام هي قليلة. يعني تواصلت مع مدير المركز منذ قليل، كان يتحدث لي عن عدد المرضى الذين يسجلهم هذا المركز بشكل يومي، وهي 3 حالات يوميا يسجل هذا المركز الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، وهم طبعا يقدمون العديد من الجرعات ل6 أنواع من سرطان هنا في هذا المركز. طبعا عدد الجرعات التي يقدمها بشكل شهري المركز هنا مركز الأورام حوالي 1200 جرعة، وهو الرقم يعني ذاته بما يخص مرضى السرطان حتى بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6 من شباط. لذلك يعني هناك ضغط كبير على هذا المركز هنا مركز الأورام التابع لمنظمة سامز، وبالتالي يعني الضغط كبير، وهذا ما كانت يعني يطالب به المعتصمون في ساحة باب الهوى، وهو إنشاء مركز أو مشفى لمرضى السرطان، وأن يكون به تقديم العلاج بشكل كامل، لأن هناك عدد كبير من المرضى غير قادر على تحمل نفقات العلاج التي أحيانا تصل إلى 8500 دولار أمريكي، وهذا ما ذكره لي أحد المرضى أن يعني تكلفة علاجه للجرعة الواحدة حوالي 8500 دولار أمريكي. طبعا المركز هنا يقدم العلاج للمرضى، لكنه غير قادر على يعني استيعاب كل المرضى أو كل أنواع السرطان تقديم العلاج. لذلك يعني هناك أنواع محددة، وهي 6 أنواع هنا في هذا المركز تقدم لهم الجرعات، لكنهم غير قادرين على هناك بعض أنواع السرطان لا يستطيعون علاجها، وبالتالي طيب هناك 3000 مريض. يعني بالتالي يجب إحالة إحالة قسم كبير من المرضى إلى المشافي التركية بناء على هذا الأمر، لكن الأولويات التي يتم الاعتماد عليها أو كمعلومات من أجل إدخال مرضى السرطان إلى تركيا، الأولويات من يحددها؟ أي جهة؟
نعم، يعني هنا في هذا المركز الحالات التي تحتاج الدخول إلى تركيا بشكل عاجل يتم رفعها إلى مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى، من خلاله يتم يعني تحديد الأولويات في من خلال الأطباء الموجودين في مركز الأورام لسرعة الدخول إلى تركيا. يعني اليوم الخبر المفرح الذي صار اليوم بدخول المرضى، يعني سيكون على شهر ونصف وسيكون هناك دخول لتسعين مريض بشكل يعني 600 مريض خلال الفترة القادمة سيتم دخولهم، وهي الحالات الحرجة التي يعني تحتاج علاج بشكل كامل، تم تحديدهم من قبل مركز الأورام والأطباء المختصين بفورية الدخول إلى تركيا وتلقي العلاج، وسيكون يعني على كما كان سابقا بالدخول إلى منطقة الريحانية أخذ كملك التركي، ومن ثم يعني الدخول إلى المشافي وتركيا. لذلك يعني أيضا ليس فقط الدخول إلى تركيا، لأن هناك في تركيا كانت سابقا العلاج يكون على نفقة المريض، وهي مبالغ أحيانا لا يستطيع المرضى أن يتحملوها. اليوم يعني كما ذكرنا أن الخبر بأن الحكومة التركية سيكون العلاج لهؤلاء المرضى الذين سيدخلون وعددهم 600 سيكون على نفقة الحكومة التركية، وعدد كبير منهم يعني للحقيقة غير قادر على دفع العلاج أو دفع تكلفة العلاج بشكل شخصي، وبالتالي يعني عدد كبير من المرضى سيكون سيتوفر له العلاج. وكانت خلال الفترة الماضية يعني كان المرضى في سباق مع الزمن، يعني 6 حالات كانت وفاة خلال الفترة الماضية لحالات يعني كانت مستعصية وتوفوا نتيجة مرضهم بالسرطان في المنطقة، آخرهم كانت طفلة في بلدة سرجي بجبل الزاوية. طبعا إن كان المركز بالرغم من ذلك الأساسية يعني المطالبات أصلا. نعم أحمد تفضل. نعم تفضل، هناك نقطة تريد إضافتها. يعني نعم، حملة أنقذوا مرضى السرطان أو متطلبات مرضى السرطان في إدلب، رغم أن يعني يوميا تسجل حالات جديدة، فبالتالي الحملة لها أهداف بعيدة كما قال القائمون عليها، وهو إنشاء مركز كبير لمرضى السرطان في إدلب يقدم العلاج بشكل كامل، وأن يكون هناك جهات تمنح هذا العلاج للمرضى بشكل مجاني، لأن الأوضاع الاقتصادية يعني والمرضى غير قادرين على دفع ثمن العلاج أو تكلفة العلاج، وبالتالي يعني حتى المنظمات بهذه الجزئية تحديدا. الآن قسم من المشكلة حل يعني تم حله من خلال أن كما ذكرت أن الحكومة التركية ستتحمل نفقة أمراض السرطان لمن يدخل إلى مراكزها، لكن الفكرة المنظمات المعنية هل كان لها أي تحرك أو حديث من أجل التعامل مع هذا الأمر، إن كان حل مشكلة أن مركز السرطان داخل سوريا هو مركز وحيد لا يوجد غيره مثلا، العمل على إيجاد مركز آخر، الأدوات، الجرع، إدخال الأدوية للناس المحتاجين؟ يعني أصلا كما ذكرت أن هذا المركز عليه ضغط كبير جدا، ويعني كما قلنا هناك عدد كبير من الجرعات يقدمها المركز، لكنه غير قادر على تحمل يعني العدد الكبير. لذلك كان الحديث من قبل مديرية الصحة في إدلب مع منظمات أممية على أن يتم إنشاء مشفى للأورام السرطانية في المنطقة، لكن هذا المشفى أو هذا مجرد حديث حتى لحظة يعني، وتبادل لتقديم المشروع من قبل مديرية الصحة للمنظمات الأممية يحتاج ربما ما بين العام ونصف إلى 3 أعوام، وبالتالي يعني عدد المرضى هو في ازدياد بشكل يومي والعدد كبير يعني في المنطقة. المنظمات الموجودة في منطقة شمال غرب سوريا الطبية هي قليلة، يعني نتحدث عن منظمة سامز طبعا باختصاص الأورام السرطانية فقط، المركز الوحيد الذي تدعمه سامز وهذا المركز الذي نتواجد به، لكن كان هناك فكرة من قبل منظمو حملة أنقذوا مرضى السرطان بجمع تبرعات إذا ما تم إدخال المرضى إلى تركيا ولم تكن الحكومة التركية قادرة على تحمل كل أعداد المرضى، أن يكون هناك جمع تبرعات للمرضى، أن جمع تبرعات للمرضى ليستطيعوا إكمال العلاج، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاق أي حملة لجمع التبرعات، كان فقط الأولوية بإدخال المرضى الذين يعني تكون حالتهم حرجة إلى تركيا، وهذا الأمر تم، لكن كما قلت الحملة مستمرة
أن يكون هناك يعني على المدى القريب إدخال لجميع الحالات، ومن ثم على المدى البعيد أن يكون هناك بسرعة عاجلة إنشاء مركز أو مشفى بشكل كامل يقدم العلاج والجرعات لكل أنواع الأورام السرطانية وكل يعالج كل مرضى السرطان. وبالتالي هذا هو الهدف البعيد لحملة أنقذوا مرضى السرطان التي يعني يقول القائمون عليها أنهم مستمرون بالاعتصام في ساحة باب الهوى على الحدود السورية التركية وقريبة من معبر باب الهوى. أشكرك كثيرا أحمد أمين مراسلنا من مركز الأورام في إدلب، وننتقل إلى مراسلنا وائل عادل مراسلنا من أمام مركز جمعية الأمل لرعاية مرضى السرطان في غزة عنتاب. مرحبا بك وائل. إذا القضية قضية إدخال مرضى السرطان إلى تركيا يبدو أن جزء كبير منها تم حله، لكن هناك بعض الأجزاء الأخرى العالقة مثل موضوع الأطفال اللي عمرهم أكثر من 8 سنوات، مثل موضوع تكاليف العلاج وأمور أخرى. كيف يتم الحديث عن هذه القضايا؟ هل هناك أي وعود أو سيكون هناك أي لقاءات مع المسؤولين المعنيين لإيجاد حل حقيقي وعاجل، خصوصا بأن قضية مرضى السرطان هي فعليا بسباق مع الزمن؟ نعم أصلا، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أريد الحديث عن معاناة مرضى السرطان بعد وصولهم إلى تركيا هنا في مركز الأمل هذا، وهو لمكافحة السرطان في هذه الجمعية وهذا المركز في غازي عنتاب، وهو الوحيد في الجنوب التركي بالإضافة إلى مركزين آخرين، واحد في أنطانا وآخر في أنطاكيا صغير يتسع أو طاقته 20 مريضا. يعني هذا المركز هنا في طاقته 60 مريضا. لدى المرضى الذين قابلناهم عديد من الشكاوى، عديد من المعاناة، معاناة كبيرة وكثيرة وطويلة لا تبدأ بالإحالة. يعني المريض الذي يدخل من باب السلام على سبيل المثال أو من باب الهوى على سبيل المثال يحتاج لإحالة إلى مشفى آخر، وهذه الإحالة تجدد كل 10 أيام أصلا. هذه معاناة كبيرة لمرضى السرطان، كل 10 إلى 20 يوما يجب عليه أن الانتقال من ولاية إلى ولاية أخرى لتجديد هذه الإحالة لدى الطبيب. لا يمكن تجديد الإحالة يعني عن طريق قريب للشخص المريض أو عن طريق شخص يوكله. أيضا هناك معاناة أخرى، لأن وثيقة العلاج التي يحصل عليها المريض سواء من معبر باب الهوى أو باقي المعابر، هذه الوثيقة العلاجية لا تخوله للحصول على العلاج المجاني دائما. يعني 60 إلى 70% من الأدوية الموجودة غير موجودة في داخل المشافي، وهو يحتاج للحكومية، يعني يحتاج لشرائها خارج المشفى الحكومي. أيضا هناك جراحات متقدمة أو تصوير وتحاليل كطبق محوري وغيرها يوجد عليها ضغط كبير، أي أن المريض يحتاج إلى شهور للوصول إلى دوره، وهذا ما لا يستطيع تحمله كوقت مريض السرطان خاصة في وضعه الصحي. لذلك يلجأ للمشافي الخاصة لتصاوير أو لتحاليل أو لخزعة أو لقسطرة على سبيل المثال إن احتاج الأمر. لذلك هذه الوثيقة العلاجية هنا المسؤولون عن المركز الذين يعني يعانون أو يعيشون حالات مرضى السرطان بشكل يومي يقولون بأنه يعني واحد من الأشياء التي يطلبها المرضى هنا بعد وصولهم إلى تركيا، مع بالإضافة إلى موضوع الإحالة وتجديد الإحالة الدائمة من مشفى إلى مشفى وهي معاناة كبيرة، الموضوع الوثيقة العلاجية التي لا يوجد فيها تأمين طبي. إذا دخل المريض إلى تركيا يحتاج إلى وثيقة علاجية يوجد فيها تأمين طبي لكي يحصل على المعالجة وأيضا على الأدوية وأيضا على الجراحات بشكل مجاني، وهي أسعار باهظة. واحدة من المرضى هنا طفل مريض هنا في هذا المركز يحتاج لدواء قيمته 12,000 ليرة تركية كل شهر، وهذا يدفعه الأهل، لا تتكفل به أو لا تشمله الوثيقة العلاجية التي حصل عليها. بالإضافة إلى ذلك هناك معاناة المواصلات، معاناة الإطعام، معاناة مكان الإقامة. المريض الذي يدخل إلى هنا يعني لا يوجد معه مرافق ولا يوجد له أحد هنا في الجنوب التركي. المشافي التي تقدم الخدمات العلاجية وما إلى ذلك هي المشافي الموجودة في غازي عنتاب المشفى الجامعي، وبالإضافة إلى مشفى أضنة، وبعض الحالات تحول
إلى مرسين وبعضها في أوربا والحالات المتقدمة إلى أنقرة. هذه المناطق التي سوف يبيت فيها المريض يعني لا يوجد لديه أحد، أين سوف يبيت، أين سوف يقيم العلاجات وفترات متفاوتة، يعني ربما بين التصوير أو التحليل أو العلاج يحتاج إلى 20 يوم إلى شهر شهرين، خاصة معبر باب الهواء. اليوم مثلا المرضى الداخلين من معبر باب الهواء لا يحصلون على إجازات، يعني إذا انتهى من علاجه أو الفترة العلاجية وهناك شهر لا يستطيع أن يفعل فيها شيء، لا علاج ولا تحاليل، هو سوف يبقى مضطرا هنا في تركيا لأنه لا يستطيع الحصول على إجازة تخوله للدخول أو زيارة أهله في سوريا أو الوجود في منزله في سوريا ريثما يأتي العلاج الثاني أو الفترة الثانية. هذه المواضيع كلها هنا معاناة كبيرة يعانيها المرضى. واحد من المرضى أيضا هنا يعني منذ 3 أشهر ينتظر أن تنتهي أو أن يشخص مرضه، ولديه كتلة في الظهر، في ظهره، لا يعرف حتى الآن كيف سيبدأ العلاج ومتى سوف يبدأ العلاج. 3 أشهر بينها مدة طويلة أو فترات طويلة بين التحليل والصورة وما شابه، حتى الآن لم يتم تشخيص علاجه. وأيضا يحتاج إلى الانتقال من هنا إلى مدينة كيلس وهي تبعد 60 كيلومترا إلى مشفى كيلس لكي تجدد إحالته، ويحمله والده على كرسي وإلى سيارة، ثم هناك في المشفى عليه أن ينزل المريض وهو مريض سرطان لا يستطيع الحركة إلى الطبيب ليشاهده الطبيب ليعطيه الإحالة ثم يعود إلى هنا مرة أخرى. هذه أيضا معاناة بالإضافة إلى المعاناة المادية. على سبيل المثال هناك ثلاثة مراكز لرعاية مرضى السرطان تتبع لجمعية الأمل وهي جمعية مرخصة هنا في تركيا، ربما هي بحسب المسؤولين هنا قالوا بأنهم المركز السوري الوحيد، يعني في غازي عنتاب هنا تستوعب 60 مريضا، في أضنة تستوعب 80 مريضا، ولكنها الآن يوجد داخل المركز في أضنة 120 مريضا. أيضا في أنقرة تستوعب طاقتها الاستيعابية 20 سرير أو 20 مريض. هذه المراكز تحتاج لدعم، لاستمرار الدعم، يعني المريض حين يستطيع الحصول على العلاج يستطيع الحصول على هذا الدعم كالمواصلات والعلاج والأدوية، وكل هذا يتقدم في الشفاء، يعني يحصل على بعض الأمل. بالإضافة إلى موضوع الإحالة وبالإضافة إلى موضوع الإجازات للدخول إلى سوريا، وهو هذه الإجازات موجودة في معابر هذا السلام الراعي وهذه المعابر التابعة أو التابعة في من الجانب التركي لولاية غازي عنتاب، لكن غير موجودة في معبر باب الهواء التابع لولاية هاتاي. هذه الإحالة وبالإضافة إلى المصاريف العلاجية بالإضافة إلى كل هذه المعاناة سوف يواجهها المريض بعد دخوله إلى هنا إلى طبعاً بموضوع المصاريف يعني العلاجية تحديداً، وخصوصاً بأن المصاريف العلاجية والأدوية والجرعات هي باهظة الثمن ليست بقليلة. الحديث عن هذه الجزئية سيكون على نفقة الحكومة التركية مثلا أو الجمعيات الخيرية التركية أو المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع أو على نفقة الشخص المريض؟ نعم، أصلا هناك جزء كبير يدفع من قبل المشافي الحكومية. إذا يعني وجد الدواء داخل المشفى الحكومي فالمشافي الحكومية تتكفل به، يحصل عليه المريض بشكل مجاني. ولكن هناك جزء كبير من هذه الأدوية إذا تحدثنا فهي يدفعها المريض من جيبه الخاص. هناك أحد المرضى الذين قابلناهم لديه مشكلة في يعني مشكلة مختلفة في عملية قرنية في العين، العملية تكلف للعين الواحدة 6,000 دولار، لم يتكفل بها أحد وكان يبحث عن جمعية أو منظمة تتكفل بهذا الموضوع. كذلك مرضى السرطان، يعني هناك متبرعين فرديين أصلا لا يوجد منظمات تتكفل بهذا الموضوع بشكل كامل، يعني ربما بشكل جزئي، ولكن تعتمد المنظمة هنا أو الدار أو المركز هذا على التبرعات الفردية من خلال نشر حالات أو نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على سعر هذه الأدوية أو سعر العلاج أو سعر حتى العمليات الجراحية المتقدمة التي لا تتكفل بها المشافي الحكومية أو التي لا يشملها التأمين الموجود في الوثيقة الطبية التي كان يحصل عليها قبل 2021. أصلا كان المريض الذي يدخل إلى تركيا وممرضه مستعصي يحال إلى تركيا يحصل على بطاقة 99 أو بطاقة حماية تشبه
أو مشابهة لبطاقة الحماية المؤقتة للسوري المقيم أو اللاجئ إلى تركيا، فيحصل على كل هذه الأدوية وكل هذه العمليات بشكل مجاني. ولكن بعد 2021 كان هناك تغيير في القرارات وألغيت هذه البطاقة، وصارت كل ولاية لديها بطاقة مختلفة، بطاقة علاجية مختلفة عن الولاية الأخرى. يوجد 4 نماذج لهذه البطاقات تختلف بالشكل، ولكن جميعها لا يوجد فيها تأمين مجاني أو تأمين طبي كامل للمريض. لذلك يضطر عدد كبير من المرضى، يقدره المسؤولون هنا بأنه بين 70 إلى 80% من العلاجات والأدوية والجراحات وحتى الصور والتحاليل المتقدمة يدفعها من جيبه المريض، أو يبحث على من، على متبرع فردي أو على أفراد متبرعين أو أشخاص يتبرعون له بهذه القيمة، سواء بالجراحات أو سواء بالأدوية. يعني هناك على سبيل المثال واحد من الأدوية دواء لمرضى القلب لا تتكفل به الدولة هنا، جراحات القلب للأطفال لا تتكفل به هذه البطاقات العلاجية التي تمنح للمرضى والداخلين من سوريا أو من الشمال السوري إلى هنا إلى تركيا. أشكرك كثيرا وائل عادل، مراسلنا من مركز جمعية أمل لرعاية مرضى السرطان من غازي عنتاب، كنت معنا. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقة لم الشمل لهذا اليوم، على أمل أن تحل قضية مرضى السرطان السوريين بشكل كامل. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.